من تنس الطاولة نروح لمنتخب الأثقال البارالمبي، منتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي بيستعد للمشاركة في منافسة بطولة العالم اللي هتقام الشهر المقبل. المنتخب كان أنهى مؤخرا مشاركته في دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2020. منتخبنا حصد 6 ميداليات في بارالمبيات طوكيو بواقع 4 فضيات وبرونزيتين. المنتخب كان وصل للقاهرة امبارح وتم تنظيم مؤتمر تكريم ليهم في المركز الأولمبي بالمعادي، ولكن دايما كاميرا ملاعب الأبطال بتكون موجودة في كل مكان. كان ليها لقاءات مع أبطالنا فور وصولهم للقاهرة. خلينا نشوف لقاءات ونرجع مرة تانية مع حضرتك. الحمد لله ربنا كرمني، حققت الميدالية الأولمبية الثانية ليا بعد عناء جائحة كورونا وإصابة عملية كبيرة في وتر الكتف في أولمبياد 2016، لكن الحمد لله كنت مصر إن أنا أعمل ميدالية لبلدي ولنفسي، والحمد لله ربنا كرمني وقدرت أحصل على الميدالية. نافست على الذهب ولكن ما كانش فيه نصيب، لكن الحمد لله طبعا أنا دي بالنسبة لي أغلى عليا من ذهب لندن الحمد لله. وأنا حققته بنسبة 50% بس، لان انا كنت عامل حساب ان انا ان شاء الله اطلع اجيب ذهب، بس الحمد لله رب العالمين ربنا اراد ان انا اجيب فضيه، وباذن الله ان شاء الله اجيب باريس ذهبيه باذن الله. وعدتكم ان انا ان شاء الله هساهم في ان علم مصر يترفع، والحمد لله اعتقد ان انا كنت قد التحدي الحمد لله، وربنا كرمني وحققت ميداليه برونزيه ورفعت علم مصر. بس انا كنت بقول ان انا ان شاء الله هحاول ان انا اجتهد ان انا اسمع سلام الوطن ان اكون ميداليه ذهبيه، وان شاء الله ده يكون في باريس باذن الله. الحمد لله البطوله كانت جميله جدا جدا، كفايه ان احنا كنا في بطوله اسمها اولمبيات، ده في حد ذاته انجاز وشرف كبير ان اي حد يطلعها، يعني مجرد ان احنا اتقينا ليها ورحناها، سواء الناس اللي حققت مراكز او ما حققتش، او الناس اللي ما خدتش جوه الثمانيه او طلعت بره من التصفيات، فهم عملوا انجاز ان هم راحوا اصلا اولمبيات. دي بحد ذاتها انجاز، يعني هي دي مكسب لوحده. فالحمد لله ان انا كنت من ضمن الناس اللي ربنا كرمها ومن عليها وشاركت في الاولمبيات واخدت مركز 7 في سباق 400 متر. يعني الحمد لله انا كنت دخلت نهائي، يعني مجرد ان دخلت نهائي ده انجاز، واخد فيه 7 فده انجاز تاني لوحده. مش هعتزل عشان عملت فضيه، لا هي دي تاني فضيه ليه، لا انا لو هعتزل هعتزل عشان هي فعلا الاصابه سببت لي مشاكل كتير جدا، والدكتور محذرني تحذيرات كبيره، فانا لو قدر ان انا اعمل تاهيل وابقى كويسه هكمل ان شاء الله. عايز اشكر الاول قناه اون تايم سبورت لان هي كانت معانا في التمرين، وده حاجه مش بتحصل كتير. انا بجد بشكركم من كل قلبي، اهتميتوا قبل الحدث كمان مش بس بعد. بعد انا بكلمك على ميداليه فضه، على مجهود 5 سنين، على مجهود اصابات كتير وكورونا وتوقفات كتير وحاجات كتير جدا، بجد عانينا عشان نوصل اللي احنا وصلنا له، بس في الاخر انا مع الميداليه الفضه. انا بجد مبسوط وراضي وفرحان ان انا كنت عند حسن ظن الناس، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنهم. بوعدهم ان انا اكون عند حسن ظنهم اكتر واعمل ميداليه ذهب ان شاء الله في باريس 2024. شريف عثمان البطل اللي كان موجود مع حضراتكم على الشاشه لما خد فضه بكى، وهو بيستلم الميداليه كان بيبكي لان هو كان نفسه في الذهب. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، وهو ده الحلم اللي بنتكلم فيه، وان شاء الله في باريس كل ابطالنا في البارالمبيات اللي حققوا فضيه او برونز ان شاء الله يكونوا على منصات التتويج، ويكون الذهب من نصيبهم، واللي ما حققوش ان شاء الله نشوفهم على منصات التتويج.